أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، العلم الشرعي مهم جدا بالنسبة للداعية، التزود بالعلم الشرعي قبل أن يدعو إلى الله شيخ. نعم، ذكرنا هذا، قلنا لا بد أن يتفقه في دين الله ويتعلم أمور الدين قبل أن يباشر الدعوة، وإلا فماذا يدعو إليه إذا كان لا يعرف أمور الدين؟ كيف يدعو إلى الله؟ يدعو على جهل، ربما أنه يضل الناس وهو لا يدري، ربما يحرم حلالا أو يحل حراما أو يفتي بغير علم، لأن الداعية لا بد أن يسأل ولا بد أن يطلب منه إجابة على إشكالات، ولا بد أن يكون على استعداد، وكذلك يتعرض لجدال وخصام من المعاندين وشبهات يلقونها، فلا بد أن يكون على علم لنقضها ومواجهتها وكشفها وتزييفها، فلا يستطيع هذا إلا بالعلم. نعم.